معاوية أسير. معاوية هو شنو؟ معاوية طليق وأبوه طليق، كلاهما وقع أسيرين لرسول الله صلى الله عليه وآله في يوم فتح مكة، فأطلقهما وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا الموقف لا يغيب عن معاوية، أنه في يوم من الأيام كان طليقا للنبي، أسيرا عفى عنه النبي صلى الله عليه وآله. فكان يهدف معاوية إلى تكرار هذه الصورة، ولكن في ابن بنت رسول الله، في سبط رسول الله، أن يقع الحسن أسيرا بين يديه فيعفو عنه، فيكتسب الجو العام مع معاوية، يكتسب قلوب المسلمين إلى جانبه، لأن الحسن حاربه وهو مع ذلك عفى عنه وأطلق سراحه. فهي على كل المقاييس في صالح معاوية. من جهة سيكتسب قلوب المؤمنين لأنه عفى عن ابن بنت رسول الله، ومن جهة أخرى سيكون الحسن أسيرا ذليلا بين يدي معاوية، وهذا ما يطمح إليه معاوية، أن يرى سيد شباب أهل الجنة في هذا الموقف المذل. من هنا كان من منطلقات صلح الحسن لمعاوية الحفاظ على عزة منصب الإمامة وعدم إذلاله، وهذا يختلف عن بقية الأئمة. يعني مثلا الإمام زين العابدين أسر ووقع بين يدي يزيد بن معاوية، الإمام الكاظم عليه السلام كان سجينا في سجن هارون الرشيد، لكن الموقعية تختلف. الإمام الكاظم والإمام زين العابدين وإن كانوا في درجة الإمامة مساوين للإمام الحسن، الأئمة عليهم السلام من حيث درجة الإمامة ومن حيث الحجية هم متساوون، ولكن لبعض الأئمة فضائل أخرى وموقعيات أخرى تميزهم على الأئمة الآخرون. الإمام علي أفضل الأئمة، الحسن عليه السلام أفضل من الحسين، الحسين أفضل من أبنائه، كل ذلك يرجع إلى كمالات معينة حظي بها بعض الأئمة بالنسبة إلى البعض الآخر. فالأئمة وإن كانوا متساوين من حيث الإمامة ومن حيث الحجية، إلا أن الإمام الحسن الزكي كانت له موقعية في نفوس الأمة، ليست للأئمة الآخرين، ليست للإمام زين العابدين والإمام الكاظم، فهو حب رسول الله وريحانة رسول الله ومن نص عليه النبي المصطفى بقوله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ولذلك الإمام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء احتج بهذا الحديث، لأن هذا الحديث له موقعية في نفوس المسلمين. قال: أولم يبلغكم قول رسول الله في وفي أخي الحسن هذان سيدا شباب أهل الجنة؟ إذن كان للحسن والحسين موقعية في نفوس الأمة أكثر من موقعية الأئمة الباقين وإن كانوا متساوين في درجة الإمامة. فلأجل هذه الموقعية كان أسر الإمام الحسن الزكي إذلالا لمنصب الإمامة، وكانت بيعة الحسين بن علي ليزيد بن معاوية إذلالا لمنصب الإمامة. فانطلق الحسن والحسين من منطلق واحد، وهو الحفاظ على عزة الإمامة الذي هو حفاظ على عزة المجتمع الإسلامي بأسره آنذاك. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.